مرحبا بكم أصدقائي الفيلمرز في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قهوة فيلمر. واليوم في قهوتنا حنتكلم عن الفيلم الأردني بنات عبد الرحمن. الفيلم يحكي قصة أربعة أخوات يجتمعوا بعد ضياع والدهم في مدينة عمان، ونكتشف خلال هذه الرحلة قصصهم، تفاعلهم مع بعض، وأسرارهم اللي تبدأ تنكشف لنا أثناء السرد. بطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم باشا، وإخراج زيد أبو حمدان ضيف في قهوة فيلمر اليوم، اللي كان بنات عبد الرحمن فيلم الروائي الطويل الأول. فمن غير ما ضيع وقتكم أكثر من كذا، يلا نجيب طاولتنا وقهوتنا ونبدأ ندردش في الفيلم مع زيد. Let's go. اهلا وسهلا فيك، معايا زيد ابو حمدان يا اصدقاء، مخرج بنات عبد الرحمن. نورتني وسعيد جدا 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 بوجودك معايا. خلاص حبيبي، ثانك يو. اهلا وسهلا فيك يا صديقي. كنت لسه اقول لزيد انه انا شاهدت فيلم بنات عبد الرحمن في مهرجان البحر الاحمر نهايه 2021. الفيلم عمل دورته في المهرجانات في نهايه 2021 بدايه هذه السنه، والان اصبح متوفر في السينمات التجاريه في السعوديه، في الكويت، وفي الامارات، وفي دول الخليج، واصبحتوا تقدروا تروحوا تشاهدوه. وهذا السبب اللي خلانا نتكلم اليوم مع زيد عن الفيلم ونعرف ليش لازم نروح نتابع بنات عبد الرحمن. فأنا سؤالي الأول لك، قضايا المرأة، السمعة، المجتمع، وإيش يفكر عن الناس، هذه المعاني والقضايا المهمة، لما جيت أنت تكتب الفيلم فكرت فيها أول يا زيد، ولا فكرت أول في الشخصيات والحدوتة؟ شوف، أول شيء أنا بس بلشت أكتب، طولت بالكتابة. أول شيء أنا بواحد من أربع أخوان، عم بكتب عن أربع أخوات بنات، فكنت بدي أكتر أفوت بحقيقة الموضوع، وكنت بستشف كثير لحظات من الشخصيات، من أمي وأخواتها الثلاثة، بنات عمي الأربعة. بس وأنا بكتب فعلياً ما كنت عارف ليش، يعني ما كنت عارف شو القصة اللي عم بكتبها. كنت يعني بعدين بس خلص الفيلم اكتشفت أنه أنا شخص مضغوط، وأنا شخص frustrated، وأنا شخص كتير ماشي على حياتي اللي لازم، انه لازم بالعمر الفلاني تعمل كذا، لازم تعمل هيك، لازم تتصرف هيك، لازم تلبس هيك، لازم ما تحكي هيك، لازم كذا، لازم لازم. فبلشت اكتب الفيلم من منطلق هاي زي ما تقول صرخه داخليه يعني لإلي. بعدين بلشت القصص يعني تتبلور، كنت عارف كل شخصيه وين بدها تبلش وين بدها تروح. وصراحه لانه الفيلم يعني فيلم ثورجي، بثوره نسائيه بداخل هاي العيله، عشان هيك بحس انه الناس عم تتفاعل معه. انا كتبته من قلبي والله، ما كنت افكر لا بمهرجانات ولا ببوكس اوفيس ولا بشيء، لانه عن جد يعني بحكي هيك للفيلم ميكرز، انا من تجربتي جدا متواضعه، فيلم الطويل الاول، عامل افلام قصيره كثير بس هذا فيلم الطويل الاول، انه لازم واحد يكتب من قلبه شيء عن جد بيحركني او يعني بيحرك الشخص من جوا، يعني عشان يطلع بزبط للاودينس. عظيم. وهذا ياخذني برضو للسؤال الثاني، لانه دائما حتى مع تجاربي عندي بلاي ليست في القناه اتكلم فيها عن المخرجين واستعرض سيرهم الذاتيه، ودائما ما الاحظ انه الفيلم الطويل الاول لاي مخرج يكون في كثير منه، من شخصه، يكون شخصي له، يكون تجربه شخصيه، يبان فيه مين هو الانسان هذا وخلفيته الثقافيه. فأبغى أفهم كيف قدر رجل عربي زيك يتكلم عن قصص نسائية بهذا الصدق وهذه الواقعية بتجربة شخصية. أنت القصص هذه من فين جبتها؟ حواليك فين عشتها؟ جوابي ممكن يكون من جزئين. أول إشي يعني في ناس كتير بتسألني مثلاً فعلا بالمهرجانات إنه كيف أنت كشاب عملت هيك، كيف كذا. هلأ أنا أخذت وقتي، لأنه أنا شاب أخذت وقتي، I wanted to make sure إنه اللي عم بحكيه قصة مش من منطلق ذكوري، لأنه أنا بالنهاية قد ما كنت مثلاً واعي على شغلات، أو أنا مثلاً يعني مع حقوق المرأة وحقوق يعني الأقليات بشكل عام، مش المرأة مش أقليات بس بحكي بهاي الشغلة، فيش داعي أكون مرأة عشان أدافع عن المرأة، فيش لا أكون شخص معين عشان أدافع عنه، لازم بس أكون إنسان. هذا الإشي كتير مهم، ولازم الجمهور كلهم يفهموا هذا الشيء، إنه نحن لما نحكم على الناس، لما نجرم الناس، لما نعمل كذا،
بنكون عم نحد حياته وعم نحد حياتنا نحن كمان. فأنا لما كنت عم بكتب هذا الفيلم عم بكتب قصص عن أربع بنات، القصص استشفيتهم من أشياء بسمعها، بعدين بعثت كتير سيرفيز، بعثت 300 سيرفي لتقريبا يعني كل الطبقات الاجتماعية بالأردن، ومختلف طبقات الاجتماعية العلمية الدينية الثقافية المادية كل هاي الشغلات، ولقيت إنه في إشي إن كومن، إنه النساء بدهم يعني الجزء الفانتسي تبعهم اللي بدهم يصرخوا، يعني حاسين بفرستريشن كتير عالي. واللي استغربت إنه أنا حاسس بنفس الفرستريشن وأنا شاب، يعني أنا إحنا كلنا نعرف إنه مزبوط مجتمعاتنا بتحد من كل الناس، ولكن الشاب أسهل بكتير من البنت، بضل كتير أسهل. ولما كنت عم بصور الفيلم يعني من غير ما احرق المشهد، بس المشهد تبع فرح بسيسو الاساسي الكبير اللي هي شخصيه زينب بالفيلم، لما تصور المشهد لاول مره هي عملته مرتين، شيز اميزنج. صارت المنتجه ايه عم تحكي لي زيد يلا قوم بدها تحكي مع ممثلتك، انا كنت عم ببكي، كنت يعني عن جد عم ببكي، انه حسيت انه واو ذس از نوت اونلي مشكلة زينب، this is also مش أنا عم بكتبها كل الوقت، مش حاس حالي إنه أنا زينب وأنا ختام وأنا سماح وأنا أمال، different parts of my life. فكان mix of like ال أنا شو بحس و my own frustrations على السيرفيس اللي إجوا، على وضع مثلاً أمي وخالاتي بشكل عام كنساء بالمجتمع، وهيك طلعت هاي الفكرة. زيد شفت أبوي؟ البنت وابوك ضايع مختفي. طيب بعيدا عن الفنية والمواضيع وأهمية المواضيع، أنا اللي خرجت من الفيلم متسلي يا زيد، يعني أنا انبسطت، يعني حقيقي ضحكت، حزنت، ايموشنال رولر كوستر. واعتقد السبب الرئيسي في انك حققت هذا الواقعية الحقيقية اللي جاية من الشارع الأردني. هل فكرت في ردة فعل المجتمع، انه هل هو جاهز انه يشوف نفسه مرآة توري نفسه بهذا الصدق؟ والله يعني للأسف الشديد حسيت إنه في ناس ما حبوا يشوفوا صورتهم بهذه الشفافية، ما حب. ونحن كمان يعني نحكي فيها بصراحة، يعني بشكل عام مش بس كعرب، يعني عندنا بجوز أكتر إن الموضوع انتنس، بس كبني أدمين هذا مش إشي يعني بيجي ل يعني لمعظم الناس مش إشي بيجي كتير ناتشورال. طبعا انا بصراحه كنت متوقع بعض يعني انه ناس تقول فيلم جريء، بس ما توقعت لهالدرجه يقولوا جريء، لانه اذا مفكرين هذا جريء فيلم الثاني ايش يحكوا عنه ما بعرف. المهم لسه حنحكي عن هذا في النهايه. بس انا بحب القضايا اللي عن جد انسانيه، بحب القضايا اللي بتحكي، يعني انا كل شخصيه بالفيلم عندي يعني درستها كثير وبعرف نماذج منها بالحياه، وإذا ما كنت عارف بطلع بصير أدور على هاي النماذج، لأنه إذا راح بدي أحكي قصة هالقد حقيقية، وأنا ستايلي بحس بالأفلام يعني حيضلوا كتير رياليستيك، يعني حنضل كتير بالعالم هلأ إيش عم بصير ناو، بالأحاسيس يعني المدينة كاركتر، السيارة كاركتر، كل الأشياء هاي كاركتر مش بس الممثلين. أبغى أسألك عن ردة فعل الناس بشكل عام واختلافها ما بين المدن، يعني الفيلم انعرض في القاهرة، في بيروت، في جدة، في مالمو، كيف كانت ردة فعل الناس في هذه المهرجانات، وهل في اختلاف ما مثلا أو موقف ما أثارك في إحدى المدن؟ والله الصراحة يعني صار كتير مواقف حلوة، مواقف أنا جدا شاكر لها، وأنا حاسس يعني باي ناو يعني لو الفيلم خلص مثلا هلا وقفناه، أنا وصلني ك ك ك ك كإنسان وكفنان إشي كتير حلو من الناس. يعني في ما توقعت أنا مثلاً الفيلم يحكي مع فئة عمرية من النساء بمصر. أول إشي كان في مثلاً طلاب الجامعة اللي هم شباب عمرهم 17 سنة عم بدرسوا بجامعة السينما بمعهد السينما بمصر، إجوا أربع مرات، إجوا ثلاث مرات على ثلاث عروض. في رجال كبار، في ستات كبار، في ستات صغار، ففي كان كتير ردود فعل. من ردود الفعل اللي كتير أثرت فيي بالسعودية، وهي أول مرة بحكيها actually يعني publicly، إنه كان في سيدة منقبة بس عينيها مبينين، اجت لعندي وبعد العرض ومسكتني من ايدي، شادة علي بتقول لي ابغى اكلمك. فانا مشيت، مش عارف مين كان معي، اي ثينك البرودوسر، هيك مشيت معها، فروحت محل كان ظهري انا للحيط وهي يعني ظهرها للريد كاربت، فما حد شايفها،
وكانت عم تبكي وشالت نقابها عن وجهها. هي ست كبيرة يعني، ست أكبر من والدتي، وصارت تقول لي فشيت خلقنا فشيت، وكانت عم تبكي دموع نازلة. أنا طبعاً قديه انبسطت وقديه الوقت قديه برضو جرحت، حسيت إنه طب هاي الست اللي هي تقريباً she's in her 70s، بالسبعينات عمرها تقريباً، أول السبعينات. بس هذه ردة الفعل يعني فعلاً المفروض أنا لو مكانك أشعر بفخر كبير، لأنه صح الكم والماس إنه يوصل الفيلم لأكبر عدد ممكن من الناس مهم، بس فعلا برضو الأثر الشخصي على ناس معينة، والله هذا يشعرك بالفخر إنك قدرت تتكلم بصوت ناس ما عندها الأدوات اللي تتكلم بيها. الحمد لله الحمد لله. إحنا كلنا بتعرف شو، أنا مثلا أداتي كانت الفيلم، بس نحن بس هذا كان صوتي، نحن كلنا عندنا صوت. بس الفكرة وهذا هو الفيلم بيحكي إنه ما نخاف، لأنه إذا خفنا ما بتروح غير على حياتنا نحن. وإذا وكم ست بتعرف بالدنيا دمرت حياتها عشان تحمي بيتها، وبالنهاية شو طلع؟ الأولاد على حسيت انشن، وظلت الست تضطهد، والرجل ما غير طريقته. وكمان أمثلة تانية عن رجال وأبناء ونساء بعيال أو بمواقف أو بعلاقات معينة ضلوا معلقين بمكان معين لأنه خافوا يطلع صوتهم. ما لازم نخاف، هذا العقل وهذا القلب وهذا الجسم أمانة عنا. السلام عليكم عمي، إحنا بنات عبد الرحمن. كلكم بناته؟ عايشه. على الأغلب. يعني أبوي ضايع ولسه مش ملاقينه، وأبصر شو رح نعمل إذا لقيناه. جوزي لسه ما برد؟ آه يما. كيفك حبيبي؟ لا كتير هيك. كتير مقهورة وزعلانة عشانك، بس أنت لوحدي. قبلاني عمتو، أنا كله تمام. كأني عاملة جريمة. عظيم، سؤال مهم جدا أخير للصناعة وللكتاب خصوصا، لأن أنا بالنسبة لي الفيلم ده أكثر ما يميزه الكتابة، مكتوب صح. So درافت كم اللي صورته يا زيد؟ كان درافت 9. واو. بس طبعا أنا أخذت وقتي بين الدرافت والدرافت، فإنه واللي تعلمته كتير يعني، إذا بدي أعطي يعني نصيحة كمان جدا متواضعة بخبرتي من أفلام القصيرة وبنات عبد الرحمن، أهم إشي للكتابة، أهم إشي to have an open mind. يعني ما يعني أنا ما بشارك قصتي قبل ما أكتبها كاملة وأعرف الجوهر تبعها إيش وإيش بدي أحكي فيه، عشان ما أتخربط بعدين. بعدين ما حدا لما يعطوك فيدباك يعني تراي خليكم تكونوا موضوعيين، اسمعوا. أهم إشي بالكتابة تشيلوا الإيجو على جنب، الإيجو ناخده نحطه على الرف، لأنه طول ما في إيجو رح يصير في ممكن ما ترد على 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 نصائح من خبراء مهمة، ممكن تطلق كاره كاركتر وتكتب كاركتر وأنت كاره، هو يبين الكاركتر صار وان لاير، ببطل له أبعاد، لأنه لما تكره شخصية ما بتعرف تكتبها بكل أبعادها كهيومن بين. فهذول الشغلتين اللي تعلمتهم مينلي من 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 كتابة هذا الفيلم، وبصراحة بعد هذا الفيلم عرفت إن أنا بكتب منيح. يعني أفلامي القصيرة كانت الحمد لله ناجحة، بس كنت أقولها ما برضى أحكي عن حالي كاتب بالمرة وأزعل، بس ناس تقول لي كاتب إلا لما أخلص فيلم الأول أشوف نتيجته. فالحمد لله I think it worked out. طيب الفيلم القادم أو المشاريع القادمة إيش نستنى من زيد؟ والله إن شاء الله عندي ممكن يكون في مسلسل بمصر very soon، هذا لسه ما قدرش أحكي عنه كتير، بس فيلمي الثاني الهبومة اللي كتابتي وإخراج إن شاء الله السنة الجاية حنعمله فيلم actually أول نود أخذ هذا الفيلم، أول جائزة كان من مهرجان البحر الأحمر، كنت برضو مشارك بفيلم بنصي كان اسمه فتاة الزرقاء المشروع بريد سي لودج، والحمد لله ربحنا الجائزة الكبرى للتمويل، ربحنا $100 لنبلش نمول الفيلم. الفيلم بيحكي عن كمان قصة بنت، بس الفرق بينه وبنات عبد الرحمن بدل ما يكون معظمه بنات هذا كله شباب، والسنترال كاركتر بنت. وبيحكي عن بنت عم بتحاول توصل لتوب بمدينة يعني وضعها صعب، وفيلم طبعا فيكشنال خيالي مش حقيقي، بس ممكن يكون مبني على بعض القصص اللي سمعناها حقيقة بالمنطقة. نفسي أعرف إيش الناس راح تحكي إذا بتعرف حقيقة بنتهم هلأ. أبوكم بحبكم، بس بحبنا بس إيش يا أختي يا زينب. شكرا جزيلا لك يا زيد على وقتك، أنا جدا جدا مبسوط بالمحادثة هذه ومبسوط بالفيلم، وإن شاء الله يا رب إنه يحقق نجاحات على الشبابيك نفس نجاحاته في المهرجانات.
شكرا جزيلا لك اخيرا على حضورك معايا وعلى قهوتك في قهوه فيلمر، وان شاء الله يوم تشرفنا في الاستديو المتواضع ونجلس معك. بتمنى بالعكس. وكمان وان ثينج بدي اضيف انه انا شفتك بشمس المعارف بمهرجان مالمو ريسنتلي، انا توكت تو ون اوف ذا دايركتورز، ان عن جد انت شخص كثير رهيب، بس شكلك كثير غير على الزوم، شكلك على الزوم مش مهد فيلم، بس you're amazing. I really enjoyed the film. I look forward to رح تعمل in the future وبلكي نشتغل مع بعض كمان the future. يا رب يعني انا ما تعرف، يمكن هذا الفيديو كول انا قاعد احاول ملابس ومسوي، قاعد اسوي لك auditioning بشكل غير مباشر. شغال؟ اوكي ديل. شكرا زيد، يعطيك العافية حبيبي، اشوفك. الله يعافيك. نسيت ان نقول احنا بنات لحالنا بالبيت؟ شو يعني بنات لحالنا؟ ليش بتضل تكذب؟ بتقولش لحد. ختاما يا أصدقائي، أتمنى فعلا تكونوا انبسطتوا واستفدتوا بالمقابلة. فيلم بنات عبد الرحمن أصبح الآن متوفر في صالات السينما في أنحاء الوطن العربي، روحوا شوفوه وتعالوا شاركوني آراءكم تحت في التعليقات. بإذن الله في قهوة فيلم الراجعين لكم بقهاوي أكثر وضيوف رهيبين بأفلام تستاهل وقتكم، فسبسكرايب حيسهل تواصلنا، لايك لو عجبكم الفيديو، ودائما كونوا في المرس. Thank you so much man, والله it was easy going، رهيب، organic، لطيف، بإذن الله يعني أنا أفكر